نروح لموضوع تاني يشاذلي، وهو متحف قصر الأمير محمد علي في المانيا، اللي بيستضيف معرض مؤقت للآثار واللي تم ضبطها بالمنافذ المصرية خلال الأعوام السابقة، وده قبل تهريبها خارج البلاد. خلينا نعرف أكتر عن المعرض من دكتور حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية بوزارة السياحة والآثار. صباح الخير على حضرتك، أهلا بيك. صباح الخير. أهلا صباح الخير عليكم وعلى جميع المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. يعني في البداية خلينا نتكلم عن المعرض أكتر وأهم المقتنيات فيه وعددها كام؟ بص، في البداية هو ده مش المعرض المؤقت الأول اللي أقامته الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية. إحنا أقمنا معرض في 2016 كان بيضم 450 قطعة من مختلف العصور، بداية من العصر الفرعوني حتى العصر الحديث. وفي 2020 أقمنا معرض تاني برضو في بيضم 300 قطعة من جميع العصور، من العصر الفرعوني حتى العصر الحديث. المعرض الحالي وهو معرض فريد من نوعه، لان هو يعني متخصص في فتره زمنيه معينه، هي فتره اسره محمد علي او العصر الحديث بشكل عام. المعرض بيضم 70 قطعه، منهم 40 قطعه تم ضبطها في المنافذ الاثريه قبل تهريبها للخارج، و30 قطعه شارك بيها متحف الامير محمد علي بالمانيا. علشان كده يكمل العرض، الفترة الزمنية اللي يعني بتنتمي ليها القطع اللي معروضة، يعني بداية من الحملة الفرنسية مرورا بعصر محمد علي حتى عصر الملك فؤاد الأول. عظيم. دكتور حمدي، احنا بنتكلم عن المعرض بيجي بالتزامن مع العيد ال 119 لبناء قصر الامير محمد علي، يمكن متزامن مع ذكرى افتتاح او انشاء المتحف في المنطقه دي. طيب، هل عشان كده اخترتوا ان اثار اسره محمد علي تكون موجوده في هذا المعرض؟ بالظبط كده، احنا اخترنا ان احنا يكون اخترنا الفتره الزمنيه اللي تكون مواكبه لفتره اقامه المتحف او القصر قبل ما يكون المتحف، قصر الامير محمد علي، ويكون كمان عشان المتحف هيشارك معانا بجزء من المقتنيات بتاعته، والمقتنيات بتاعه المتحف كلها برضو تنتمي لهذه الفتره، فتره اسره محمد علي. طيب، حابه اتكلم عن القطع وازاي تم ضبطها. هي القطع دي تم ضبطها عبر المنافذ المصريه خلال الاعوام السابقه في منافذ مختلفة، منها في مطار القاهرة، ومنها في ميناء دمياط، ومنها في ميناء الإسكندرية، ومنها في البريد، ومنها في شركات الشحن. بتنتمي زي ما قلت لحضرتك في فترات مختلفة، بداية من الحملة الفرنسية، في عندنا قطعتين من عصر نابليون أو خاصين بنابليون، في عندنا قطع خاصة بالأميرة توحيدة بنت الخديوي إسماعيل، عندنا قطع خاصة بالأمير عباس حلمي الثاني، عندنا قطع خاصة بالملك فؤاد. يعني هو بصراحة يعني معرض متنوع، فيه قطع كتيرة جدا مميزة، والمميز فيها كمان إن القطع دي أولا إحنا منعنا تهريبها خارج البلاد، هي موجودة دلوقتي عندنا الحمد لله. ده أهم حاجة، وده أهم حاجة طبعا. تاني حاجة إن هي كمان بتعرض لأول مرة. عظيم. دكتور حمدي، حضرتك بتتكلم عن القطع، في كمان من ضمن القطع طاوله عليها منظر كده لفرقه موسيقيه وتمثال نصفي للملك فؤاد الاول زي ما حضرتك كنت بتتكلم، مصنوع من الرخام الابيض، سرير طفل الملك فاروق مصنوع من الخشب. هل هذه القطع من ضبطيه دمياط اللي كان في محاوله تهريبها مع كونتينر اساس؟ المنضجه او الترابيزه دي اللي هي موجوده اللي عليها منظر لفرقه موسيقيه كانت متهربه من ميناء دمياط، وكانت متغطيه بغطاء حديث من البلاستيك علشان يخفوا معالمها. يعني هي كان عليها ستيكر تاني ملزوق على كل المنضجه علشان يخفوا المعالم اللي فيها ويخدعونا ويحاولوا تهريبها. لكن الحمد لله احنا تمكنا من نزع، اكتشفناها ومن نزع الستيكر الحديث اللي عليها، وظهرت لنا المنضجه بهذا الشكل. طيب، انا حابه حضرتك تكلمنا عن محاولات التهريب الغريبه اللي شفتوها. والله احنا بنكتشف كل يوم محاولات وحيه للمهربين بيحاولوا يهربوا بيها القطع الاثريه من خلال اغربها. لكن هي اغرب طريقه كانت في 2020
كانوا بيحاولوا يهربوا مومياء مصرية قديمة فرعونية داخل سماعات ستيريو صب، داخل السماعات الستيريو الكبيرة دي. دي كانت بالنسبة لي أغرب طريقة تهريب أو محاولة تهريب، لكن الحمد لله احنا أحبطنا تهريبها. الحمد لله. طيب دكتور حمدي، واحنا بنتكلم دلوقتي، كنا لسه بنتكلم دلوقتي عن ضبطية دمياط، وحضرتك قلت ان كان عليها غطاء الحاجات اللي كانوا بيحاولوا ان هم يهربوها. هل ممكن حد يصنع قطع شبيهة بالقطع الأثرية ويحاول ان هو بتعدي طبعا من وهي خارجة من الميناء؟ هل بيكون في لجان لفحص هذه القطع عشان نقدر نقول لا هذه القطع أصلية او لا، او في حال التشكك في قطع انها أثرية ايه الخطوات اللي بتتبع؟ بص يا استاذ محمد، احنا عندنا حاليا دلوقتي ب 50 وحده اثريه موجودين في جميع المنافذ المصريه الجويه والبحريه والبريه، موجودين على مدار الساعه. مهمتنا الوحيده ان هي منع التهريب، والاجراء اللي بيتم ان احنا موجودين، فبيعرض علينا مصلحه الجمارك او الجهات الرسميه كل ما يشتبه فيه، كل ما هو بحوزه الركاب او مصدر داخل الحاويات او داخل فرود البريد، كل ما هو يشك في اثريته بيعرض علينا، واحنا بنحدد اثريته من عدمه. عندنا لجان متواجده 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، متخصصين في جميع الفترات التاريخيه الاثريه في مصر. عندنا ناس متخصصه في العصر الفرعوني والاسلامي واليوناني والروماني والعصر الحديث. عظيم. وبنعاين وبنقول والله دي اثريه ولا لا. خلال عملنا يعني في السنين اللي فاتت اكتشفنا حيل كتير بيستخدمها المهربين للتهريب. منها وضع تمثال اصلي داخل تمثال مقلد. فدايما لما بنلاقي تمثال كبير لازم بيتعرض على جهاز الاكس راي، بنقارن وزنه بحجمه. ولازم نشوف يعني جواه ايه. لما عندنا بيبقى فيه طرود لازم بنفتش في الطرود ونشوف فيها جيوب سحريه ولا لا، لان احنا تعرضنا برضو بحاول التهريب للوحه من الحجر الرملي داخل جيب سحري فيه طرد كبير. فاحنا من خلال خبرتنا وكل ما بنكتشف طريقه خلاص الطريقه بالنسبه لنا بقيت مكشوفه، فلما بنفحص ما يعرض علينا مش بنفحص القطع وبس، بنفحص الطرود كمان ما يكون فيها اخفاء لاحد القطع او غيره. طيب ايه العقوبات بقى اللي بتنتظر اللي بيتم ضبطهم؟ محاوله تهريب طبعا. احنا بنعمل محضر فني وبنوجهه للجهه اللي عارضه علينا سواء مصلحه الجمارك او الجهات الامنيه، وهم بعد كده بيتولوا تحويل المتهم بالقطع للنيابه العامه. والنيابه العامه بقى بتاخد اجراءاتها في التحقيق. احنا خلاص بنكون قمنا بمهمتنا وهو الفحص والتقرير وكتابه التقرير، وبعد كده بتروح للنيابه العامه. بعد النيابه العامه ما بتنتهي من التحقيقات بتصدر الامر بمصادرتها لصالح وزاره السياحه والاثار، بنتولى استلامها من النيابه وايداعها احد المخازن المتحفيه اللي تابعه للوزاره. يجي بعد كده دور المعارض اللي احنا في صدد المعرض ده. الدور الاساسي للمعارض دي اولا ان احنا نبين مجهود الدوله او مجهود مؤسسات الدوله في الحفاظ على التراث الحضاري المصري. ثانيا ان احنا كمان بتبقى فرصه للجنه السيناريو العرض المتحفي في وزاره السياحه والاثار انها تشوف القطع دي وبتختار قطع منها تكون في سيناريو العرض الدائم لمتاحف كتير. احنا كاداره المركزيه للمنافذ موجوده مضبوطاتنا في 10 متاحف مصريه. فهي الفرصه في المعارض المؤقته ان هم نشوف القطع اللي احنا ضبطناها وبيختاروا منها. فاحنا بنقول برضو احنا مسؤوليتنا من الضبط الى العرض، يعني احنا من ضبط القطع وبنتابع في النيابه وفي القضاء لحين استلامها ثم عرضها لاختيار القطع منها اللي عرضها العرض الدائم. يعني احنا بنقول مش بنضبط كمان القطع وبتتخزن في المخازن وبس، لا احنا بنضبط وكمان بيتعرض منها في العرض الدائم للمتاحف. جميل. دكتور حمدي، عايز ارجع بس لنقطه صغيره في مساله الضبط. دايما الجريمه بتتطور، فطبيعي ان طرق مواجهه الجريمه هي كمان تتطور، مش فقط ان احنا نعتمد على الطرق اللي احنا اكتشفناها او اكتشفنا ان المهربين بيعتمدوها، لا احنا كمان محتاجين نطور من ادواتنا بكل تاكيد عشان نبقى احنا اللي سابقين.
اكيد اكيد. احنا طبعا بنستخدم اجهزه حديثه في الفحص اولا، طبعا كل الركاب وكل الطرود وكل الحاويات بتعدي على جهاز الاكس راي. جهاز الاكس راي طبعا عنده القائم على الفحص في جهاز الاكس راي بيتعرف على الكثافات للمواد. كل ماده ليها كثافه معينه، فهو من خلال الفحص بيشك ان في حاجه هنا وبيبعت لنا. احنا بعد كده كمان عندنا اجهزه بنفحص بيها زي يو اس بي ميكروسكوب، ده بيكبر لحد 5000 مره. عندنا يو في لامب، وعندنا كاميرا يو في، كل ده بنستخدمه برضو للفحص المبدئي المتاح في الوحدات. بعد كده عندنا لو احنا شكينا اكتر، عندنا اجهزه اكتر تطورا واكتر حداثه موجوده في المتاحف المصريه، وموجود طبعا زمايلنا في اخصائيين الترميم بيساعدونا في تحديد المواد اللي مصنع منها القطع لتحديد القدم وتحديد اصالتها من عدم. كل الشكر ليك يا فندم دكتور حمدي همام، رئيس الاداره المركزيه للمنافس والوحدات الاثريه بالموانئ المصريه بوزاره السياحه والاثار، شكرا جزيلا ليك.